وطبعا بنرحب بكل الشعراء والحضور، و هذا الاوان لسفراء الكلمه، وآن الأوان لدعماء النوبة أن يتحدثوا ليخبرونا عن خبايا وأسرار وتاريخ النوبة مع واحد من كبار فنانين التصوير وشاعر الكاميرا الأستاذ دهب المدير. شكرا جزيلا أستاذ محمد الدولة. الراجل ده قياداتنا وكبارنا تشكروا شكر جزيل. هذا الرجل الشاعر الجميل الخلوق كلمني من 4 شهور او حاجة زي كده، يمكن من وقت العيد الصغير، انا يمكن العيد الصغير شهر 5 ولا 4 مش فاكر، قال انا عايز اعملك حفلة تكريم. قلت له لا، انا مش عايز حفله تكريم، انا عايز حفله تكريم للنوبه. قلت له عايز تكرمني؟ كرم النوبه وقيادات النوبه. شهر 2 3 لغايه ما جه شهر 7 بعد العيد برضه عمال يكلمني، فجاي عمل تكريم النص الاولاني، مع ان احنا النوبيين ما بنحبش النص، احنا بنحب ياكل يا بلاش. اشكره جزيلا واشكر هذا الصالون 5 كلمات. وانا المره اللي فاتت دعيت سادتنا واساتذتنا، ما جاش الا يمكن 4 5 نفر، منهم الاستاذ عبد المجيد الاديب الكبير، وكان بسرعة عن القادة اللي قدامنا الأستاذ محمد، هذا الرجل العلامة الأستاذ فوزي محمد صالح، علم من أعلام النوبة، كان رئيس النادي النوبي الرياضي، نائب رئيس النادي النوبي العام، رئيس جمعية أرمنا النوبية في عابدين، وحاجات كثيرة جدا، ورجل يعني الحقيقة احنا بنعتز به في القاهرة. هذا الأستاذ الكبير الأديب الكبير الأستاذ عبد المجيد حسن خليل، علم من أعلام النوبة وأدباء النوبة، وكان معنا الندوة اللي فاتت الأستاذ الكبير والشاعر العلم الأستاذ محمد جعفور، مش جعفور، ده عضو ونائب رئيس نادي النوبي الثقافي، جمعية التراث النوبي، رئيس اللجنة الثقافية في جمعية أرمنا، نائب رئيس جمعية أرمنا، إيه تاني يا أستاذ محمد؟ والنائب النوبي الرياضي مسؤول كبير جدا عندنا وعلم من أعلام النوبة، الأستاذ المستشار سالم العقيلي. هذا الرجل مسؤول أعضاء مجلس إدارة النادي النوبي الثقافي في عابدين وعلم من أعلام النوبة، وبالمناسبة أستاذ عبد الله مغازي، أنت طبعا من أسوان عندنا، النوبة يا أستاذ محمد متقسمة عندنا 3 أقسام، قسم عرب وقسم كنوز وقسم اسمه فاجنكا أو فاجنكا، أنت بتقول كده، الأستاذ سالم من العرب العخيلات. من نوبة أشراف عرب العخيلات. تحية لكل النوبة كلها. الأستاذ الكبير الكشاف العجوز. الكشاف العجوز هذا الرجل من أحد مؤسسي الكشافة المصرية والكشافة النوبية. الأستاذ الكبير الأستاذ محمد سيد قاسم. موجود في النهار. مستشار الثقافي أو مستشار في جمعية الكشافة والرواد والرائدات في الاهرام، فرع الاهرام. مين معايا؟ الاستاذ عز الدين ابو زيد الشاعر الكبير وعضو مجلس اداره شعراء النوبه،
استاذ عبد العزيز محمد فتحي عوض استاذنا الكبير. هو في انا جاي الاستاذ عبد العزيز زين العابدين الشاعر الكبير. هذا الرجل الف الاشعار لكل الفنانين النوبيين وغير النوبيين في مصر، وكان من ابطال اكتوبر. من مصاب اكتوبر. ايوه يوم استاذ محمد، استاذ عبد العزيز زين عبدنا استاذ محمد من ابطال اكتوبر ومن مصابي اكتوبر. جميل الاموره نفرتاري النوبيه عائشه الكاشف الشاعره. معانا أول مرة يحضر ندوة من الندوات بتاعتنا ابن عمي الأستاذ خيري برقي المجرابي، أمين عام جمعية عنيبة الخيرية في القاهرة في عابدين. الأستاذة النشطة اجتماعيا وثقافيا نرمين عبد الله. الأستاذة زينب قمصان مجتهدة في الجمعيات النوبية. عندنا هناك واحدة قائدة كبيرة قوي الأستاذة سلوى عبد المجيد أخت الفنان الكبير حسن عبد المجيد. طبعا الأستاذ كمال كرباش. صالون شعراء النوبة وكان هنا قبل ما حضراتكم تيجوا أن أدى كلمة وأتكلم يعني. أنا أتكلم اتفضل هكلم الأستاذ كمال كان بيتكلم عن الأستاذ الحاج أحمد إدريسي. أحمد إدريس صاحب الشفرة. إن شاء الله عايزين نبقى في ندواتكم كاملة ويحضروا معانا الندوات بتواصل بينهم كده. إن شاء الله. النوبة دي حاجة إن شاء الله. إن شاء الله. في حد نسيته من اعمامي؟ استاذ زينب. ولاد عمك استاذ زينب. زينب اسوانية مش نوبية. وبتقول قصائد عن الصعيد يا استاذ عبد الله. الحاج احمد ادريس رحمه الله برحمته الواسعة واسكنه الفردوس الاعلى كان هو صاحب الشفرة. طبعا كلكم عرفتوا الموضوع ده ومفيش حد كان عارف من هو الحاج احمد ادريس قبل 2012 يوليو 2012 8 يوليو 2012. انا كنت في اسكندريه كنا بنعمل حاجه اسمها اليوم النوبي العالمي بنختار يوم 7/7 كنا بنعمل حاجه اسمها اليوم النوبي العالمي. يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قاعدين في النادي النوبي، عندنا نادي النوبي في اسكندرية شارع النبي دانيال، بنتغدى. بعد ما اتغدينا قاعد الحاج أحمد بجلابيته وعدته وأنا جنب منه، جنب مني فتحي جاير، وجنب مني ناصر عقيد من جرف حسين، وبنكلم حاج أحمد سبحان الله بص لي كده قال لي أنا هقول لك حاجة ما حدش يعرفها قبل كده. قلت له اتفضل انا اول مره اشوف قاعد معاه وهو خالنا وعمنا. فقال لي انا صاحب الشفره النوبيه. صاحب الشفره النوبيه في حرب ما مش حرب قبل الحرب من 71 من ايام الاستنزاف تقريبا بعد ما السادات دي عرفوا. قلت له انت بتقول ايه؟ انا قلت يمكن بتوع اسكندريه هيهتموا استاذ فتحي جاير واستاذ ناصر يعني اخواني. فلقيته ما ادوش اهتمام. انا معايا الكاميرا بتاعتي رحت مطلع قلت له ايه يعني؟ توصيل والله الكلام ده في 2012 يعني من 12 سنه. قلت له بتقول ايه يا ابن احمد؟ قال لي انا صاحب الشفره. قلت له شفره؟ قال لي انا. قلت له انت قلت الكلام ده لحد؟ قال لي حتى ولد زوجتي واولادي ما حدش يعرف الكلام ده.
والمرة أطلع الخبر ده من 41 سنة. من 41 سنة أول مرة أطلع هذا السر. واللي خلاني أطلع السر إن أنا ارتحت لك روحانيا. معزوزة. والله. معزوزة والله. أول مرة أشوفه. قلت له طب احكي. حكى معايا 45 دقيقة وأنا بسجل له وقاعد معايا من الألف للياء إن هو كان في الجبل في سيناء إسرائيل بتكشف كل سر وكل شفرة أسبوع. فأنا قلت لهم أنتوا بتتكلموا في إيه؟ شفرة ما إحنا عندنا كان أيامها أستاذ محمد كان اللهجة النوبية ما كانتش لغة لانجويج مكتوبة بحروف. امتى اتكتبت هقول لكم عليه. المهم قلت له طيب وبعدين؟ قال لي قلت له انا عندي لهجه نوبيه ما حدش يعرفها غيرنا احنا النوبيين. غير مكتوبه. فقالوا له ازاي؟ الخبر تصاعد لغايه ما وصل لرئيس الجمهوريه كان خمسه فقط بما فيهم عم احمد اللي عارفين السر ده. خمسه. عم احمد بيقول لي خدوني من هناك الرئيس قال لهم هاتوه خدوه مكلبش. ليه طيب يا عم احمد؟ قال ايام اصلا كان في جواسيس وحاجات زي كده فاعتبروني واحد من الجواسيس كان انا بتحاكم عشان السر ما يكشفش. قابل السيد الرئيس في بيته هنا في شارع النيل. الرئيس طلع له قعد معاه لقى يعني مرتبك بيقابل رئيس الجمهوريه. لا مرتبك. قال له يهدف في ايه؟ حدد معاه او الخطه كلها حطها له وهو قاعد. احنا عندنا في اللغه النوبيه مع احترام الاستاذ سالم في اللغه النوبيه عندنا لهجتين، لهجه اسمها كنزيه ولهجه اسمها الفجكاويه. قال له انا هجيب ناس من دول وناس من دول وهحط في كل وحده الناس بتوعنا مع ضابط مصري في وحدات الاشاره يترجم. يعني انا اقول لك بالعربي انا اخد بالنوبي واقول لك وهكذا. المهم الخطه نفذت. السادات قال له ايه بقى؟ قال له يا عم احمد لو انت هو كان رقيب لو انت طلعت السر ده هعدمك في ميدان عام بالرصاص. هعدمك في ميدان عام بالرصاص. السر ده ما يطلعش. ولذلك احتفظ بهذا السر لمده ما يقرب من 42 سنه. الجماعه النوبيين ما يعرفوش. قلت لهم يا اخوانا احنا عندنا رمز عالي جدا عارفينه اسمه عم احمد ادريس احمد محمد احمد ادريس من توماس وعارفه ولا حد عنده خبر. اكلم هنا والجمعيات لمده تقريبا سنتين وانا بتكلم مع الناس لغايه ما اخونا الاستاذ محمد ابو شنب كنت اتمنى يكون موجود هنا من الديوان صحف في جريده الجمهوريه عمل له احتفال مع رئيس الجمهوريه رئيس جريده الجمهوريه. وبعد كده ابتدت الناس الصحافه